يلا يلا تسعة سنسل حل الساحة. ايه يلا ما في مصاري هنيك، وصعب اني بدي اصل. اذا بدي اروح على الدكتور اللي بدي اروح له، تعرفي من الريف على على حلب، يعني في من الظل الروح اللي كاتب نص ساعه لوصلها، صارت ما لوصلها باربع ساعات خمس ساعات ست ساعات. نجوى اي خالد صحي لهم بابا، صحي بابا. رحت على المستوصف على أبو الياس، فحصوا أول ما أخذتها كان معها شوي مراجعة وإسهال، عينوها هنيك طلع مع عينه، قالوا لي معها صاير سوء تغذية وإسهال، يعني راح يصير معها جفاف. بعد ما عينوه حالوني على المشفى، خلتها على المشفى هنيك عملوا لها فحوصات وما فحوصات، طلع معرين معها كمان، ظلت تتوجع عملت هنيك المستوصف تنتفخ بطنها، لما عينوها صوروها طلع معها فحص بالمرارة. على قلوبي قلوب داقي داقي هايو We have conducted screenings at the community level for over 15,000 children that are under five in Lebanon, mostly in informal and tented settlements. And according to the results from the assessment that UNICEF has released, it is estimated that about 10,000 children in Lebanon are malnourished. So we need to find these children. إذا نحن ما عالجنا وما أتينا أدوية اللي لازمة وبلمبينات وهي تغذية للولد، فهو أكيد رح يموت آخر شيء. يعني نحن أصحاب الاستفراغ بحالة عادية، إذا بدل ولد لكم يوم وما أخذ علاج فبدل عليه خطر، فكيف لكان إذا عنده سوء تغذية كمان؟ يعني هي بصير أسرع موت له. خزان ما يعني؟ بدكم خزان؟